إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نخيط معكم بحال هاد الجيب هذا اللي كتشوفوا على هاد الشكل هذا. إذا هذا راه ما محدد ما حتى شي حاجة، مازال ما درتلوش الفينيسيون، غادي نخدم معكم بحالو. إذا غادي نحاول نحيد هاد الشيء اللي شايط ليا، لأن غادي ندوزو بالسيرجي على هاد الشكل، نحي هاد الشيء عاد نرجع عندكم. إذا غادي نشكلو على ونديرو جيب تاني بهاد الشكل هذا. هذا راه المونطوني حاجة مليحة نخدمو به ونشوف. إذن أول حاجة هو هاد الصباط هذا اللي عنده هاد رقاق ديال الفينيسيون، كنعتبرو أنا فينيسيون، غادي نلصقو هو الأول على هاد الشكل. كنزيد أنا هادي باش ميطيحليش يعني مزيان. غادي نجيب السحاب ديالي بهاد الشكل هذا. هذا هو الوجه، هاهو شتو، داير كرانة هنا ودير كرانة هنا، وغادي ندير السنسلة مقلوبة على هاد الشكل هذا. إذا غادي نحدد بهذا، غادي نخيط بهذا، غادي نخيط بهذا، غادي نشوف، غادي نشيط سنتيم للفوق على هاد الشكل هاهو، ونحط على حساب الكرانة المستوى ديال الكرانة. الراس ديال الصباط هذا الاخير ديال الصباط، الاخير ديال الصباط يكون مع السنان ديال السنسلة. اذا نلاحظوا معنا اذا في الجهة الثانية نفس الشيء، الجهة الثانية نفس الشيء هو. ندير فايبين على هاد الشكل هذا. ما بغيتش ندير لكم دوك لي فيديو القصار طق طق بالميوزيك، ولكن بالشرح احسن. اذا غادي نشد هذا الامام، اذا غادي نشد الخلف. لاحظوا معايا الخلف ما كفاتنيش لا فورش ديال الخلف، وزاد البيتي فولي ها هو. مازال غادي ندير لو سيرجي، ما درتش فينيسيون لحقاش حتى تنجمع شي حوايج، عاد كندير سيرجي. نرجعوا للموضوع ديالنا، غادي نسد السحابه ديالي على هذا الشكل هذا، ونشد الطول ديالي هو هذا، الوجه مع الوجه، ونشد نفس الشيء مخيط على هذا الشكل، ولكن هادو يكونوا متساويين ليا على هذا الشكل. ونبدا نتوكل على الله على هذا الشكل هذا. ونخيط في الطبشور على هذا الشكل هذا، تنوصل الكرانة ديالي. إذا وصلت الكرانة ديالي على هذا الشكل هاهو. دابا هما بجوج على هذا الشكل هذا، يكون متوازي معايا هذا البنات. شوفوا لاحظوا كلشي متوازي عندي هنايا. يا سلام، المشروع ديالي الثاني هذا الوجه. لاحظوا الا كان كيتشابه الوجه كندير هكذا، هذا الوجه وهذا الوجه باش ما نقلبش. اذا غادي نشد هاد الجهه ديال التي نشوف ديال الامام، وغادي ندير على هاد الشكل هذا. غادي نطلع بنفس الحجم ديال السنسله اللي كاينه هنا، بنفس الحجم ديال السنسله اللي كاين هنا، ونشد هكذا، ولكن راه الوجه مع الوجه، الوجه مع الوجه على هاد الشكل هذا، ونخدم بهذه الطريقة هذه. إذا الطريقة، إذا واخا هربت شوية هذا ما زيرتوش معايا السنسلة، باش ملي كنحل السنسلة ونسدها ما تشدليش في هذا وتخسر. اللهم إني قدر يلا. حتى لديك البلاصة فين خيط، حتى لديك البلاصة أونفيت، واخا يكون عندي جيب طويل. إذا لاحظوا معنا، إذا انتهيت من هادي. غادي نقلب على هاد الشكل، ونشد الثاني ديالي على هاد الشكل اللي جاني متوازي مع هادي، ونخيط ونخيط بهاد الطريقه هادي. لاحظوا ها هو المونطوني غليظ هذا، تلقى بارده. تتوصلي للكرانة اوقفي، توصلي للكرانة ولا توصلي للكرانة، تتوصلي للكرانة اوقفي. يلا نضرب صيغة مذكر ومؤنث. يلا البنات لحقاش مجموعة ديال الإناث هما اللي كيتفرجوا فينا، اللي كيشاهدوا الدروس ديالنا. إذا هنايا لاحظوا الأمام صافي. إذا غادي نحاول ما أمكن نخيط، غتسهل عليك العملية، ماشي شي حاجة اللي كطلب منا شي مجهود لا عقلي ولا بدني، ما كطلب منا والو. هانتوما شوفوا بالنسبه ليا هذا هو راس السنسله. لاحظوا هنايا فين كاينين الفرانات الفراميل،
نتاع غادي ندير هكذا باش يبان ليا الموضوع ديالي مزيان. ها هو شفت هنا فين كاينين الفراميل، ها هما هنايا، لاحظوا هنا فين كاينين الفراميل. غادي نشد بهذا الشكل هذا وناخذ سنتيم ديالي او القيمه اللي حطيت الخياطه. ملي كنت كنفصل خليت سنتيم ولا صفر سنتيم ولا داكشي اللي خليته هو اللي غادي نستعمل. لاحظوا معايا كنتحسس بيدي وندير بوان داغي. احنا انتهينا من هنايا، ملي غادي ننتهي هكذا على هذا الشكل هذا ندير ان بتي كونترول، ندير واحد الكونترول ديالي مليح صافي مليح على هذا الشكل هذا. اذا غادي نرجع لهنايا نفس الشيء اللي هنايا الاخوات، علامه على هذا الشكل هذا، ونجمع الجياب ديالي نعرفهم بجوج دايزين لهنايا ونحط هكذا. بالنسبه للاخوات مبتدئات شنو غادي يديروا اللي زعما يلاه باديه في الخياطه ومخصهاش الزرب، راه كان عندي مع واحد الصديقه اليوم واحد الجلسه تاع الزرب بغات تكون خياطه دغيا. ها نتوما شوف حطيت هكذا بلي زيبانجل وجيت لهنايا حتى يطمئن قلبي بان ما عنديش مشكل، وندير هكذا ونشد هكذا. نخيط 10 سنتيم ورصه، ما نديرش هنا الفيفيان، ما نديرش خياطه هكذا مرتقه، ورتقناها ترتيقه سبحان الله. اذا ها هو شوفوا الامام ديالي دابا، غادي نرد هادو نحلو على هذا الشكل هذا، هما مفصلين الجيب ديالي مفصلين ها شفتو. غادي نشد ونخرج شويه الجيب باش تضرق ليا السنسله، باش تضرق ليا السنسله ما تبقاش تبان ليا يعني. وغادي نشد هكذا نشوف نضيف الاناره بلاش. ها نتوما كندفعها على هذا الشكل ونخيط بهذا الشكل هذا. تلينيه نجي عامل هكذا نفس الشيء في الفوق، كنت غادي نبدا من الفوق نجي خيط هكذا عاد ندور هكذا، ولكن با لا بان. اوكي سي بون، غادي نرد هذا من هنايا لاحظوا ونشد ونخيط. كنقد هنا البنات الجيب ديالي تتبانوا ليا مزيان على هذا الشكل. شوفوا ما تحاولوش تجيبوا مقادين ولا شي حاجه، فين ما عطاك الراحه خدمه، اي ما يكونش تفاوت كبير، اي ما يكونش تفاوت كبير. مثلا عطاني بحال هذا الديكالاج ما كاين مشكل، غير يكون فرحته فرحته الراحه ديالو. لحقاش انا كنفكر بالطريقه ديال المبتدئين كيفاش كانوا كيفكروا، تخصو يجيب هادشي مقاد وهادشي مقد، يعني كاين بعض الاحيان كاين شي اخطاء اللي خصنا نتفاداوهم بلا ما يعصبوكم، ولا عنده شي حل يقول لنا يعطينا مقترح ولا وجه ديال الشكر، يعني كنا كنستافدو. ندوز نخيط هكذا بهاد الشكل هذا. اذا غادي نشوفوا اشنو عطانا هاد الجيب هذا، ومن بعد راه غادي ندير السيرفيل للبوش ديالي، غادي ندير السيرجي وما كاين الزكزك حتى هي راه زوينه. اذا ها هو شتو كي جا، ها هو على هاد الشكل هذا، وكنخبيو هادي بهادي بهاد الشكل هذا. ها هو اذا هاد الجيب هذا غير ديال يعني كيطما عاديه، لحقاش كاين عندنا انواع ديال الكيطمات، ولكن هذا حيت من فوق ما عطاناش الجماليه ديالو وما كنتش حيت هذا غليظ، يعني ما نديرش من التوب ديالو حيت غليظ، ندير دوبلور ولا شي حاجه. اذا انا يعني هادشي اللي لقيت قدامي خدمت به، يعني بلا ما نزيد نحوس على حاجه ولا هادي، وما محددش، وهو عطاني هنايا غليظ بحال الكوردون، شفت بحال الكوردون.
اذا ما بقى لي الا ندعكم الى اللقاء. راه في لو لاون داكشي راه كيطلع زويونير هذا غليظ هادشي ما عطى الله. يلا استودعكم في امان الله والى اللقاء في درس قادم ان شاء الله. وما تنسوناش باللايك والتعليق الجميله ديالكم وضغطوا على الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. وكنشكر جميع الاخوه والاخوات اللي كيديروا التعليق. اذا استودعكم في امان الله الى موضوع اخر او درس اخر ان شاء الله.